من طبيعة الحال هذه المسائل كتتأثر بزاف من شي عشوية، رغم أن بزاف ديال الناس كانوا سادين مدة ديال 3 أشهر، وكاين بنادم عنده كرا وكاين عنده مصاريف وكاين بزاف ديال الحوايج كتزيد تأثر. ولكن دابا كنشوف حتى غير الفراجة تاع بعض المحلات سادين عليه. دابا مازال الوقت ولكن مازال غيحلو، مي كاين الوضعية ديال أن التشديد ديال الحجر وبزاف ديال الأمور اللي تزيد تأثر شوية على التجارة. كنت في المعاية كنحس بيك مدمر. ما بقيت غير الحمد لله. زنتي بزاف هاد الفترة؟ بزاف. ماشي شوية. مشاكل عائلية؟ لا ماشي مشاكل عائلية، مشاكل ديال الكرا ومشاكل ديال المصاريف ومشاكل ديال بزاف ديال الحوايج. الحمد لله. اخويا شنقول لك بالنسبة للتشديد الحجر الصحي، فهمتيني، هي مزيانه للمواطن في نفس الوقت وضرر ليه في نفس الوقت، خاص من ناحيه جهاز من ناحيه التجاره، فهمتيني، التجاره تتموت كاع مره، فهمتيني، يعني كاين شي تجار دابا فهمتيني تيعاني وخو كاينين فهمتيني عندهم 3 شهور ولا 4 شهور ديال زعما كاين شهور ديال 1 و2 و3 وكذا، فهمتيني، باقي تيتسالاو من الان وعندهم مصاري، فهمتيني، عندهم التزامات شيكات كذا، فهمتيني، الا قاس بزاف الناس تيتعاملوا بالشيكات، ستشو التجار تيتعاملوا بالشيكات خويا بزاف. واش المواطنين يكون التزموا بالتدابير باش غادي نوصلوا لهاد المرحله؟ لا الصراحه شوف خويا ما نكذبش عليك، هي المخزن الدوله المخزن كاع بصفه عامه دار واحد الغلط، فهمتيني، علاش لقاش بواحد من واحد الناحيه، فهمتيني، يعني رخف البنادم، فهمتيني، وخلى عارف ان بلدان اخرين تاثروا بزاف بهذا المرض هذا، فهمتيني، يعني كان رغم ذلك كان يشدد ما ينطلقش، هو عارف بان المغاربه، فهمتيني، عارف بان المغاربه يعني اش نقول لك مضيافين، ارى عنك، ارى بوس، ارى كذا، يعني كانوا يزيدوا، فهمتيني، يزيدوا يشدوا يشدوا، فهمتيني، بالنسبه للحجر الصحي. بالنسبه لكم المواطنين هنا في المنطقه الشارع هذا المعروف، يعني كيكون واش الناس كتحتارم زعما التدابير؟ هي حنا شنقول لك، حنايا في صفة نهائية في المغرب كامل ما كاينش اللي كيحتارم، باقي السلام، باقي كل شيء، ها هو بنادم خاصو يحتار في مسافة آمال ودير اللي قالوا لي، وما يكونش هذا المرض هذا، وحنا حنايا نبيعو نشريو على خاطرنا، فهمتيني، ودابا المرض تزاد وحنا اللي كناكلوه، حنا البياع والشراية اللي كناكلوه، وما شحال ما كتزاد وحنا كناكلو في العصا، وهذا ما كان. اللي عنده أسرة كيعيش من الفراش، ودابا من السد عليهم عنده باش غيعيش الفراش، أش والو، ودابا صح الحوانت حالين وهذاك والفراشات اللي، يلاه ما فهمناش حنا الديكور كيف. منعوكم دابا من البيع والشراء؟ ها؟ اش بيع ماشي البارح، حنا راه شحال من واحد هنا تكي يفرش هنا اشويه بحال هكا كيجيو يجمعوا ليه عاوتاني، احنا ما خلعوناش حنايا هذاك بهذا المرض هذا، حنا ما مخلوعينش، ايوا حنا مخلوع هذا، دابا حنا مخلوع من المخزن، يجي كيهز ديك السلعه وكيمشي كيدا صافي، هادشي بان حنا مخلوعين، دابا كتفرش في الشارع كيجي المخزن كيجمع لك كلشي وكيمشي، هي اصلا الشارع عامر بلا فراشات، والبارح الشارع عامر، يلا ودابا الفراشات هما اللي معمرين الشارع، ها الحوانت حالين، ونفرشو حنايا نفرشو بحالنا بحال عباد الله، ولا نسدو بحالنا بحال عباد الله، دابا الحوانت حالين وحنا الفراشات سادين لين. ناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.